السلام عليكم ورحمة الله. هذا أنا كان قرأ المقال الأدب الأخت اللي غادي تدخل دابا هاد الحصة باش تعرفوا شكون هي. الأخت اللي دارت فيديو كتستنجد، طلب الله عز وجل يتقبل منها، كتستنجد قالت بغيت نعيم ربيع ولا محمد وكيل يحجزوا لي موعد اللي كيتذكروا معايا هاد الأخت اللي كتبت هاد الطلب، بغيت محمد وكيل ولا نعيم ربيع يحجزوا لي موعد اللي كيمنعوها الجن من الصلاة يا صاحبة هاد الورق. فغي حليت هاد اللي صيفطوها لي من المركز القديم، ونجي عيني على الرقية سابقا، يعني سبقت هدرة الرقية، وصعقت بالكهرباء، مفهوم؟ صعق بالكهرباء حول الله، وداروا لها الحجامة حتى ما بقاش الدم. المهم الله المستعان، وإن شاء الله تبع معنا هذه الحالة، الله يوفقنا للخير. وفي الختام نكملوا مع الأخت اللي خرجت قطعت البنت ديالها، الله يوفقنا لكل خير. دابا هذه الحصة ديال الأخت اللي حطت واحد المقطع ديال الفيديو كيمنعوها الجن من الصلاة، فهم واضح كيمنعوها الجن من الصلاة. حصة تكون غريبة شي شوية، حيت راه ملي بديت كندير الرقية اللي كانت قبل مع هذه اللي قطعتها اللي وصلت لساعة ونص تقريبا، الحصة اللي كانت مقبل نتاع الملك راه كانت تصرعت هنا، بقى كيضرب الباب، فاضطريت أنني نزلها لتحت. المهم ندخل إن شاء الله وجعل الله خير. سلام طلعت فضل هذا ورقة ديالك. كم السلام، جلسي في كرسي، جلسي في كرسي، حط حوايجك، واحد بدا نقابك حط حوايجك، مشي دي القرعة صافي وجلسي في كرسي. شد راسك ملي كنتي هنا نهائي، كنتي كتقولي شي حاجة غير كتضربي كتهر حتى في الدار ديالك كتبقاي تهرسي الحوايج. روحي جلسي في هاد الكرسي، كاين كرسي هنايا، حطيه في هاد البلاصة قربي على الميكرو بزاف، زيدي 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 جلسي، حاولي تقربي الفم ديالك الميكرو، حطي النقاط على الحروف الاساسيات. دابا انا عندي هنا مقتطفات، مفهوم؟ راني عارف انتي استيم كثرت الحكايات، بصح نسمع لك بزاف ونعرف واش عندك افضل ما غير ندخل ندير لك الرقي، مفهوم؟ فالا عرفت العله نقدر ندير لك رقي 5 دقائق نوصل معك النتيجه، ولا ما عرفتش العله نقدر نرقيك 10 السوايع ما نوصلش معك النتيجه، واضح؟ يعني عطيني رؤوس الاقلام، كتهرسي في الدار ديالك كما كنتي كديري هنا. فاش كتسمع الرقيه؟ فاش كتسمعي الرقيه؟ قربي صوت كلمتك. مش كنسمع الرقية وصافي. فاش كتبقى تهرسي؟ ما كنهرسش، كنبقى بحال اللي كنبغي نحضر. زيدي. زيدي. واش تبين عندك؟ نعم. ملوك. ملوك. تبين عندك ملوك؟ ما قدرش تهضري؟ لا. لا. ما كيخليونيش نهضر. ما كيخليوش قاع تهضري. قجوني. علاش كتقولي ما يخليونيش نهضر وما كتقوليش ما يخلينيش نهضر؟ يعني انت عندك يقين بلي ماشي واحد اكثر من واحد. عرفتي علاش كنقولها؟ زيدي. ما كيخليوني ندير حتى حاجه. مشي للسوق كيضربوني. زيدي. نمشي ندير الشغل كنبدا نبكي وكنقول هادي ماشي خدمتي. زيدي. انا ما خصنيش ندير هذا الشيء. نقرا القران يدي ولا شوف. الدم في الله يسرعوني، بغاو يعلموني بزاف ديال الحوايج، السحر، بغاو يعلموني الشعوذة. زيدي. بغاو يديوني للعالم السفلي. زيدي.
الطنين، دخلت درت سكانير جوج مرات على راسي، درت الفحوصات كاملين كاملين كاملين. سيفطوني الأضريحة، بغاوني ندبح، بغاو الدم. كيجيو عندي ديما كيهضرو معايا نسمعو، بغاوك تدبعي. ايه بغاو، الا شافو دمي ما يبغيونيش نجرح. بغاوي بغاوي رجعوني مالي. مش نخدم الشغل، ما بغاونيش نمشي للسوق، ما بغاونيش نصلي، ما بغاونيش نقرا القران، ما بغاوني ندير حتى حاجه. بغاو يحبسوني في الدار وندبح، كيعلموني حوايج، تيقولوا لي سير جيبي كتبي كتبي كتبي، نعلموك بزاف ديال الحوايج. انت يا خاصك تكوني شي حاجه، ما خصكيش تكوني هكا، خاصك تكوني عارفة هادشي هذا. جوج حوايج، يا تهضر انت تخليها تهضر هي، كاين كاينش ما كاينش كثر، نص نص لا، يا هضر انت وكون في حل كما كنقولوا بالدارجه. انت تهضر شنو تكون بعدا انت؟ شكون انت بعدا؟ شكوني انا فقط كاملا وعبدا؟ ما تكلم، انا مالك ملوك، ملك ديال الملوك. زيدي عفاريت، انت العفاريت. نعم زيد زيد، دابا دابا تهضر بادب وتحط يديك وتبقى تشير. نعم نعم انا كنشير، انا بيه لا كي كنهضر معاك متواضع، وانت كتبغي التواضع، حتى انا كنحب التواضع صافي. والكبر ما مزيانش، يعني ماشي ماشي كان انا دابا ما كنفرضش عليك هذا الشيء، ما كنامركش، كنقول لك غير تواضع. ومن تواضع لله رفعه، والله انت ادرى واخا تكون كافر، ان شكون رب الملوك هو الله، شاء من على الارض او ابى، شكون رب فرعون هو الله، هو الله عز وجل. يعني دابا تادبا مع رب الديانات كلها ورب الكائنات كلها، تواضع. واضح؟ يلا تفضل، باغي تهضر؟ قبل ما راك باغي تهضر، راك باغي تختار علي واحد القصص وتشعب لي واحد الدراما وتديني منها وتردني هنا بحال الغصن ديال الشجره، كيطلع واحد وبقى يتفرج. لا غاتمشي معايا مكان تقديني هنا. لا 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 لا، باغي حل وسط سليم، باغي الخير. نعم. ولا باغي الشر؟ فهمت هادشي اللي باغي نعرف. زيد تفضل، يعني حاول تتقى الله صافي، كيف ما بغات تكون الديانه ديالك الله موجود. تفضل تفضل. واش باغي تقول؟ انت مالك الملوك. نعم. علاش قلت انا مالك الملوك؟ انت كتحكم في هذول في هذا الجسم، انت كبيرهم. عجب. انت اقوى واحد في هذا الجسد، عندك تقطع الهضره ديالك ولا تلعبط في الكلام ولا تحصل لك العصا في الرويضه ونقول لك مالك تقول لي ما خلاونيش؟ راه قلت انت مالك الملوك. نعم. يعني غتهضر باريحيه. نعم. ما تقوليش وقع لي ولا ما وقع ليش، ولا صرا لي ولا ما صفهمت. لا تفضل. هذه المخلوقه ديالتي. زيد تعالي نظري. زيد زيد تفضل. زيد وانا بغيتها تمشي عند بويا عمر. زيد حيت هي محتاجينها تماك. شكون اللي محتاجها؟ الناس المرضى. زعما يداويهم. اه زيد كسميتك شمهراج. زيد شمهراج، زيد تفضل. حس ليش صار معنا هضر مع شمهراج.
تفضل زيد، فيك الخير فيك. انت مول الشأن الأعلى. لا لا ربي هو مول الشأن الأعلى، أنا لو كان بالذنوب رائحة ما تقدرش معايا، نبقى نعطط حداك بالريحة نتاع المعاصي والذنوب، نطلب الله يتجاوز عنا. الحمد لله راه ساترنا ربي. تفضل كمل كمل. الرياء مزيان شكرا. بغيناها تمشي لتما. زيد. تذبح. وتعالج هذوك اللي مراض. زيد. وتكون هي الملكة ديالنا تماك. زيد. ما بغيناهاش تزوج. زيد. ما بغينا لها حتى حاجة، بغينا نكتفوها وتبقى معانا. بغينا دابا إذا كنت أنت ملك الملوك ما خصكش تهضر بصيغة الجمع. كأن معاك من لهم رأي وشأن. لا. اسمعني غير اسمعني اسمعني. انا بغيت نحس من خلال هضرتك بلي فريك كنهضر مع مالك. طب انا وليت كيديرت بيه بلي انت مالك، ما تقولش بغينا، قول بغيت، حيت انت هي كتامر اللي تحت منك هكذا. فباش انا نصدق بلي حقيقه كنتكلم مع مالك، ما تكونش كتهضر بصيغه الجمع. حنا بغينا نديرو، حنا فعلنا، حنا معانا. قل انا انت، ولكن معايا الاخرين. كنت مالك ديالنا. قلت انت، قلت انا مالك، انا مالك محتاج الاخرين، محتاج. ولكن انت الامير الناهي. نعم. انت لو قلت طابت قلت تحرقت. نعم. قلت طلعت هبطت. نعم. زيد. نعم. كنسلخهم. نعم. زيد. كنكتفهم. كاين اللي كنشدو يومين ثلاث ايام كنردو في القنت حتى كنطلقو فاش كنبغي انا. زيد. عندك اللي حساب لك. اسمع. راني خفت منك. تواضعت معاك انا بالعكس، انا وراني فرحان، راني حاس بالسعاده كي راني نهضر معاك. خذ راحتك، انا ما خايفش منك. قلت لك راني بداني جالس، انا ما قلت لك حتى حاجه، غير ما اتصلتش. صافي، خليك خفيف خفيف الظل. زيد كمل. احنا محتاجين دمها. زيد. بغينا دمها. زيد علاش؟ علاش بغيت دمها؟ علاش بغيت دمها؟ كنتقوى منه. زيد. كنعيشو عليه. زيد. كنتداوو بيه. كنسحرو بيه. كنسخرو بيه. كنديرو بيه كلشي. أي حاجة تخطر لك على بالك كنديروه بيه. زيد. ودابا أنا باغي نبقى معاه. زيد صافي، هذا ما كان. دابا انت هي قالت لي كيديوني للعالم السفلي. ديناها للعالم العلوي. ديناها السفلي. مازال كنت برالتراكس. زيد شتي كي كدير معايا ما كتواضعش معايا. واخا صافي، ديوها للعالم السفلي. اعتذر. تفضل زيد. اخطات. شوف انا غير كوميك شويه مع في التالي، كنبقى خدام في التالي كطفالي الحجره كنبقى غير نعض فيها. زيد. لا عليك. الله يتوب عليك. امين. زيد. امين. اويا نقول كاع امين. نعم الله يلا نعم. زيد كمل. زيد. بغينا نعلموها بزاف الحوايج هي ما بغاتش. زيد. ولكن غادي تدفع الثمن على هذاك الشيء. واخا دابا سؤال. دابا انت ديتها للعالم العلوي. نعم. واش درت لها في العالم العلوي؟ واش علمتها؟ حرقناها. كيفاش؟ درنا لها السحر الاسود وحرقناها، ما دينا منها والو. زيد. طيرناها، ديناها المجرات. اه سيدي، فين زحل زمردة؟ ما عارفش، غير يقول لي بغيت نعرف فين. شي كوكب واحد اخر. تيقتيش هذا الشيء. تيقك يا زيد. تيقو. زيد. ديناها ولكن ما تمكناش منها. انتوما طيرتوها متبركم، طيرتوها، كيفاش ما تمكنتوش منها؟ بعقلها ما تمكنتوش. لا، العقل اللي مشى بوحدو. يعني غير العقل. غير العقل. كي تبغيو تديوها كامل روحا وجسدا. ما ديناش عليها. ولكن مشكلة، دابا حنا عندنا هنا لا نازار، حط شحال ضربوا باش تنعو صاروخ ولا كان هكا لو كان راه مشكلة. انت كتقول شي حوايج وهما يقدر يكونوا في العالم ديالك حقيقة، بصح في العالم ديالنا لا يمكن. انا غادي نقول لك علاش. انا غادي اش انا نقول لك، شي متطلبات راك تطلبهم انت تبغي تطبقهم في الارض الواقع لا يمكن انهم يطبقوا. مفهوم؟ انا نعطيك مثال. دابا الله عز وجل واش خلق الادميين وقال لهم
اهبطوا منها جميعا، نزلهم للأرض، مفهوم؟ نزلهم للأرض، خلقوا من الحياة فوق سطح الأرض اللي هي الكرة الأرضية اللي هي ثاني أصغر مجرة على الكون، مفهوم؟ وانت غادي تجي وغادي تبغي تبدل خلق الله وتهزه وديها ما نعرف الزحل ولا الزمردة ولا ما نعرف المريخ، ماشي ما غاديش تم. أنا غادي نقول لك، أنا غادي نفهمك، حتى وإن كانت عندك القدرات أنك تأخذها كما يسمى الأحلام ولا كما يسمى كما سموها الفلاسفة هذه المسألة هذه نتاع الأمراض الروحية، أنها خيوط في العقل كتاخذك العالم آخر، مفهوم؟ هذه المسألة ديال الخيوط اللي كتاخذك العالم آخر، فتقدر أنا نقول لك الروح والجسد ما تقدرش تاخذها. قولي الروح من أمر ربي، الروح ملتحمة بالجسد، الروح لا تؤخذ إلا في الموتين، في النوم. اسمعني انا كنقول لك اذا كان غير هذا انا نكفر، انا نتبع الدين ديالك وهاد العقيده ديالك. الروح تصعد مرتين وتخرج من جسد مرتين، في النوم وفي الموت، مفهوم؟ والروح من امر الله، وقل الروح من امر ربي. والروح ما يمكنش يجي جني في هذا الكون هذا يتسلط، تقدر تسلط على البدن، تحكم في الافكار في العقل، مفهوم؟ الروح شيء منعزل، شيء آخر ما تقدرش أنت تستولي عليه، مفهوم؟ لا يمكن أنك تستولي، هذه تسمى راك تطلب شيء أشياء فوق الخيال. مهما كانت الرتبة ديالك والقوة ديالك والسحر ديالك، تقدر تعشق الروح ديالها، تحب روحها، كما نقول فيها روح المرح، فيها روح الدعابة، فيها روح الكلام الطيب مثلا، بصح باش غادي تستولي على الروح وغادي تكبلها وتكون ديالك وديها فين بغيت، ممكن لا. إذا كان هكا مهم، الله المستعان، ندخل في باب واحد آخر، لا يمكن راك تطلب أشياء ما كايناش، مفهوم؟ والدليل على أنك تطلب أشياء ما كايناش هي حاضرة الآن، كتسمعني هي الآن ولا ما كتسمعنيش؟ كتسمعني. أنت قلت أخذت عقلها، ماشي أخذت عقلها، صفرتها مثل الأحلام فقط، مفهوم؟ لكن كانت يقظة، لم تكن نائمة. ماركش فاهمني. فهمتني. أنني مستغرب أنك زعما أنت مالك وش مهاروش وملك الملوك وشي حاجة عند بويا عمر وهادشي كامل، وجالس أنا وكتضرب على الطرق، حتى أني سألتك على الله قلت لي والله موجود، كتعرف بأن الله موجود، الله موجود، واخا أنت يهودي نصراني وماذا؟ ما كانش علاش تحشم ولا علاش تغير، غير كيتكلم. ماما الممالك ما يخافش، راه كيواجه كيهضر، كيهضر بكل أريحية، لا خوف. تفضل، انت ماذا؟ شيطان وشيطان وكد. قلت لك الله يتوب عليك، قلت لي امين، كاين الخباطه ياك اخويا بزاف ديال روينا مره كتجيب استوار قصه، روينا هادشي هذا اخويا. واخا سيدي حنا نمشيو مع هاد ملك الملوك، هذا مسايروه ونجاريوه في الكلام ديالو. شوف السي شو مهروش، دابا انا سولت قلت لك واش كتعتقد بلي الله موجود؟ قلت لي نعم. واه ولا لا؟ قلت لي واه، كتعتقد الله موجود؟ وملي كترفع هذه تاع الشياطين تاع الماسونيه، واش هي العقيده ديالك كتعبد الشيطان؟ واخي اشرح لي باش نفهم مع من كنتعامل. اقدم الولاء. يعني انت كتقدم الولاء للشيطان، فهمت؟ دابا انت مسلم ستقدم الولاء للشيطان. مسلم كنت كنت، واخا دابا انت كنت مسلم ولكن كتقدم الولاء للشيطان، بصح انت واخا انت كنت مسلم وكفرت وليت موالي الشيطان، من اولياء الشيطان، مفهوم؟ وليت من اولياء الشيطان، بصح العقيده القلبيه ديالك كتعتقد باللي كاين ربي، هكذا هذه اللي ما قدرش يقلعها لك الشيطان مثلا. ضحك لا ما كنضحكش، واش كتبكي؟ انا ما كنضحكش، واش انت ندمان؟ مالك؟ فهمنا شنو فهموك، ما كنضحكش انت دابا، واش دابا ما كتبكي دابا؟ واش انت ندمان ولا انا ما فهمتش؟ والله ما فهمت، هضر معايا غير خيط واحد بعدا، غير طرق وحده. دابا انت كنت مسلم وارتديت على دين الاسلام
وليت مع الشيطان. واخا وليت مع الشيطان باقي كتحدك نفسك بان الله حق وان ما انت عليه باطل. دخلت فيها الأخت ملي كانت كتصلي وشت الفيديو ديالها صدمة. انت اللي درت داك الشيء، انت اللي كدير داك الشيء، انت كنت كتكلم. قلت لي انا ما كنخليوهاش تصلي، ما كان يعني انت كتكلم على نفسك، يعني انت صاحب كل شيء كيبقى لها في الحياة ديالها. انت ما مخليهاش تزوج، ما مخليهاش تصلي، ما مخليهاش تخدم الشغل ديال الدار، واش بقيت ما مخليهاش تخرج، خصها تجلس في الدار، خصها تمشي لوحدها. واش انت ندمان ولا ما ندمانش؟ نعم انا نقول لي معام. انا نقولك واحد الحاجه، انا نقولك تذكرني كنشوفك شت واخا تكون كذاب، انا غادي نقولك واحد الحاجه، شت الكذاب، الكذاب اللي كيتصنع الكذب يزلق مفهوم. بصح انت واخا شرير، انت شرير، انت مجرم، انت عدو الله، فهمتني؟ انت دابا الله عز وجل ماشي غضبان عليك، غضب الله عليك ولعنك واعد لك عذابا اليما، هذه انت عارفها وانا عارفها. بصح يبقى انت داير كي ميسي، ميسي كافر ولكن كتلقاه ينفق على الجمعيات الخيريه واشياء مثل هذا القبيل. انت هكا راه صاري لك الكفر، كفر وليس بعد الكفر ذنب، ولكن مع انك كافر كتقدم الخير، وهذا الخير هذا ما كتقدموش، هذا الخير مجرد احاسيس كتبان عليك. انا نقول لك كيفاش. دابا انت اصلا في صراع مع نفسك، بعض المرات كتبقى تسائل مع نفسك واش هادشي حلال ولا حرام، واش هادشي راني نديرو غادي ينفعني في شي حاجه، زعما واش هادشي هذا راني كنديرو غادي يقدم لي شي حاجه، واش هادشي راني كنديرو زعما الله غادي يغضب عليا، واش راه يستناني مور الموت، اشياء مثل هاد كتبقى تسائل مع نفسك. دابا انت مره بغيت نديها لبويا عمر، مره تبكي انا راني ندمت على داكشي كامل اللي درتو، فهمت؟ انت براسك مقاب ماشي ضد التطريق، راك ما شاء الله زعما راك فواحد الغيبوبه الله اللي يعلم بها. انا والله الا بقيت فيه انا غنسى بلا نتكلم مع سمها روز، نتكلم مع ملك الملوك، والله نتكلم مع ماشي واحد اللي باغي يديها الذبح وتسيد طريق الدم، ماشي واحد اللي عاشق الدم ديالها. غادي نتكلم احنا مع واحد الجني اللي فيه واحد البذره ديال الخير، فيه الخير مفهوم، ولكن هل يا ترى اللي فيه الخير ينهى الناس على العبادات ديالهم؟ واخا تكون بوذيه فهم، واخا تكون تعبد الطوبات، لكم دينكم ولي دين، وادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن، ليس عليك هداهم ان الله يهدي من يشاء فهم، انا ارسلناك بشيرا ونذيرا، بشر وانذر، ماشي على رقاب الناس بالسيف فهم. فانا بغيت لك الخير، ان الحد ديالك لا يصر، غتعيش في تعاسة فهم، غتعيش في شقاء، غتعيش في هم وحزن وضيق، ديك السعادة لك تقلب عليها في الدم ولا في الذبائح ولا في أنها تصبح ساحرة ولا في الديوها البويا عمر. ما غاديش تلقاها هاد السعادة، ما غاديش تلقاها، خاصكم تقلبوا هاد السعادة في الشر، الشر المصير ديال واضح، لا مفر ولا مهرب منه. ولهذا سأل الله أن يتوب عليك. أنا بغيت لك الخير وبغيت لك الهداية، جلس جلس لها، خصك تدوخ شوية، الله يتوب عليك، أحب لك الخير. كنت من مصمم القلب ديالي ترجع للحق، كنت من بدل أنك تديها لبويا عمر والشرك والسحر والاستعوذة والدم تعمر المساجد وتسعى في الإصلاح، ما تسعاش في الفساد، وتكون سيف ذو حدين على السحرة وبيوت السحرة وخدام السحرة فهم، تكون وليا من أولياء الله، لأنك أنت عارف وأنا عارف بأن الله أكبر من الشيطان، بأنك إذا وليت الله عز وجل فأنت المنصور في الدنيا والآخرة، وإذا وليت الشيطان فأنت الخاسر في الدنيا وفي الآخرة، أنت الخاسر في الدنيا. شت ملذات الدنيا كلها تزول، كلها تفنى، كلها تبلى، كلها تتلاشى،
ولكن ملذات الآخرة لا تزول، لا تنفذ، لا تتلاشى. يعني الله يتوب عليك، أسأل الله أن يهديك، أسأل الله أن يهديك. أجلس وانفصلي، أجلس. والله إذا حبيت لك الخير، أقسم بالله إلا بغيت لك الخير، شهد ربي فوق السماء إلا بغيت لك الخير، ولكن سبحان الله البشع هو أبشع شيء أنك تتلقى مع جني تسأله تقول له تعتقد أن الله موجود يقول لك نعم، تقول الله يهديك يقول لك آمين. شكون أنا ملك الملوك؟ شكون أنا اسم هاروت؟ شكون أنا بغيتها تولي ساحرة؟ ديتها العالم العلوي، ديتها المجرات، ديتها فهمت؟ يعني سبحان الله العظيم، يعني نورمالمون الذي يعرف الحق تحدث نفسه قبل ما يقوم بأي معصية، قبل ما يؤذي الناس ولا يؤذي نفسه كتحدث نفسه، كيكون في صراع داخلي، هذا الصراع يظهر في كل حرف في كل لحظة، كالتائب الذي عصى ربه، كالذي واظب على الصلاة 10 سنوات وانتكس، تجده في ضنك سبحان الله العظيم، لأنه يعرف الحق ولم يلزم. هذا حالك، ولكن حالك أصعب وأدهى وأمر. عرفت الحق وكفرت بنعم الله وأنعم الله، هذا هو أكبر ظلم. وأنت يا بني لست شمهر جمالك، أنت يا بني ظلمت نفسك، أنت يا بني جعلت الشيطان، بارك من هذا الكلام، بارك الشيطان الصغير الذي أخرجه الله من رحمته، قال اخرج منها فإنك رجيم، جعلته وليا. الله الذي أخرجه، الله الذي خلقه، الله الذي صنع، أنت حصل لك ما حصل للشيطان. الشيطان كان ملكا من الملائكة وكفر، وكان كفره أشد. قال أسجد لبشر خلقته طينا. سبحان الله العظيم، لله في خلقه شؤون. أما إذا كنت مسلم حقا فيا للمصيبة، أما إذا كنت مسلما حقا فيا للذل ويا للعار، فيا للذل ويا للعار. أما إذا كنت مسلما حقا فيا للمصيبة، فيا للكارثة. أقسم بالله العظيم ستندم، ستندم في الدنيا وستندم في الآخرة. أما إذا مت على هذا الوضع ستندم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. ستسأل عن الصغير والكبير، والله لا ينسى، ورب العزة لا يأخذه سنة ولا نوم، وكل شيء ستفعله في هذه الدنيا ستسأل عنه وتحاسب عنه. كل معصية، كل ظلم، كل شر، كل كفر، كل قطرة دم بغير الله ذبحت، ولو في اللوسة ذبحت ستسأل عنها يوم القيامة. كل شيء ذبح لغير الله ستسأل عنه، كل قطرة دم صرفت فيما لا يرضي الله ستسأل عنها يوم القيامة، كل صلاة عطلتها وإلى المشهد المروع في صلاتها عذبتها إلى المشهد البشع، ورب الكعبة ستسأل، ورب السماء والأرض ستسأل عن كل شيء فعلت، عن كل ظلم ظلمت. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أسأل الله أن يهديك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهديك، أسأل الله أن يهديك. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، وماتوا وهم فاسقون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون، ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متاع في الدنيا قليل ثم إلينا مرجعهم
إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء يبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي ما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم لا بعدا لعاد قوم هود ألا 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 بعدا لعاد قوم هود كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ألا بعدا لثمود. ويقول الذين كفروا لولا أنزل علينا آية من ربك لولا قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. بسم الله يبطل كل سحر عظيم خفي عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم سحر
الأقلام والحساب علوي عظيم. بسم الله بطل كل سحر عظيم علوي عظيم. سحر الأقلام والحساب عظيم. سحر الكواكب والنجوم عظيم. بسم الله بطل كل سحر عظيم. سحر الكواكب والنجوم عظيم. سحر الأقلام والحساب عظيم. سحر الكواكب والنجوم عظيم. بطل كل سحر عظيم. جددوه عظيم. البقاء والدوام جددوه عظيم. بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. 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 علوي عظيم. علوي عظيم. يبطل كل سحر عظيم. سفلي عظيم. يبطل كل سحر عظيم. يبطل كل سحر عظيم. صنعوه عظيم. جددوه في المنام في الليالي والرؤى والأحلام. يبطل كل سحر عظيم. عليه ملك. عليه ملك. له خدام. 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 عليه ملك. 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 له خدام. عليه ملك. عليه ملك. له خدام. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. 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 عليه ملك. عليه ملك. له خدام. بسم الله يبطل كل سحر. عليه ملك. عليه ملك. عليه ملك. عشق الذبائح والدم. أحب الذبائح والدم. ذبحوا له في كل مناسبة. ذبحوا له. ذبحوا له. ذبحوا له. ذبحوا له. شيطان ملك. ذبحوا له. قدم له. قدم له. ذبحوا له. قدم له. قدم له. ذبحوا له. قدم ودماء له. ذبحوا له. قدم ودماء له. ذبحوا له. قدم 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 له. ذبحوا له. يبطل كل سحر عظيم. عليه ملك. عليه ملك. عليه ملك. عليه ملك. عليه ملك. عشق الدم. أحب الدم. أحب الدم. عليه ملك. عشق الدم. الذبائح والدم. عشق الدم. الذبائح والدم. عليه ملك. عليه ملك. عليه ملك. عليه ملك. عشق الذبائح والدم. أحب الدم. أحب الدم. طعم الدم. لون الدم. طعم الدم. نفس الدم. قوة في الدم. أحب الدم. عشق الدم. طعم الدم. لون الدم. أحب الدم. عليه ملك. يبطل كل سحر عظيم. 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 عليه ملك. أحب الدم والدماء. ملك. عشق الدم والدماء. ملك. أحب الدم والدماء. مالك. عشق الدم والدماء. مالك. حب الذبائح والدم. مالك. عشق الدم والدماء. مالك. أحب الدم والدماء. مالك. عشق الدم والدماء. مالك. يبطل كل سحر عظيم.
عليه ملك له خدام عليه ملك عليه ملك عليه ملك عليه ملك أحب الدم ملك شيطان شيطان ملك ولا الشيطان جنين ولا الشيطان عطل العبادة أثقل العبادة عذب في كل صلاة أمرض في كل صلاة عذب في كل صلاة عذب في كل صلاة أمرض 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 في كل صلاة عذب في كل صلاة عطل كل عبادة وصلاة عطل كل عبادة وصلاة أدخل في العبادة والصلاة في القرآن والصلاة في قراءة القرآن والصلاة أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى علي الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى ألم يعلم بأن الله يرى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى 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 ألم يعلم بأن الله يرى 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 أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى ألم يعلم بأن الله يرى 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 بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم عطل كل خطبة وزواج صرف الخطاب والأزواج 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 إلى الأبواب والأعداد عطل كل خطبة وزواج صرف الخطاب والأزواج عطل كل خطبة وزواج عطل كل خطبة وزواج عطل كل خطبة وزواج صرف الخطاب والأزواج عطل كل خطبة وزواج عطل كل سحر عظيم توكل به شيطان خدمه شيطان توكل به شيطان خدمه شيطان قوى به شيطان عطل كل سحر عظيم عليه شيطان أحب الدم عاشق الدم تقوى بالدم أحب الدم أحب الدم عاشق الدم أحب الدم عاشق الدم تقوى بالدم عاشق الدم تقوى بالدم تقوى بالدم سامح ساحر علي ساحر علي حاحر علي ساحر علي ساحر علي من أسحار العلوية علي من أسحار السفلية علي ساحر علي ساحر علي ساحر علي ساحر علي ساحر علي جدد الأسحار علي بالسحر 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 علي جدد
الأسحار بالسحر علي جدد الأسحار علي 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 بالسحر علي ابطلوا كل سحر عظيم ابطلوا كل سحر عظيم علي من شيطان ملك تملك الروح والعقل 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 الروح والعقل تملك الروح والعقل ملك تملك الروح والعقل ملك تملك الروح والعقل تملك البدن والعقل تملك الدم والعقل تملك الدم والعقل تملك الدم والعقل تملك الدم والعقل تملك الروح 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 والعقل تملك الدم تملك الروح والعقل تملك الدم والعقل تملك الدم والعقل تملك الروح والعقل تملك الدم والعقل تملك الروح والعقل تملك الدم والعقل تملك الدم والعقل تملك البدن والعقل تملك الروح والعقل تملك الدم والعقل تملك البدن والعقل تملك البدن والعقل تملك الروح والعقل تملك الدم والعقل تملك الدم والعقل تملك الدم والعقل تملك الروح والعقل تملك البدن والعقل تملك الروح والعقل تملك الدم والعقل تملك البدن والعقل تملك الروح والعقل تملك الدم والعقل تملك البدن والعقل تملك الروح والعقل عاشق والوال عاشق والوال عاشق والوال تملك الأبدان عاشق والوال تملك الأبدان عاشق والوال تملك الأجساد والأبدان عاشق والوال تملك الأبدان عاشق والوال تملك الأبدان عاشق والوال تملك الأبدان 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 بسم الله يبطل كل سحر بسم الله يبطل كل سحر بسم الله يبطل كل سحر اللهم احرق من خدر وعذب من خدر ودمر من خدر واغلق من خدر وحطم من خدر وعذب من خدر وحطم من خدر ومدمر من خدر واهلك من خدر وعذب من خدر ومحرق من خدر وعذب من خدر ودمر من خدر اللهم اهلك من خدر اللهم احرق من خدر كل سحر بدا عليه شيطان كل سحر بدا عليه شيطان كل سحر بالدم عليه شيطان كل سحر بالدم عليه جان كل سحر بالدم اللهم عليك بكل شيطان اللهم اهلك كل شيطان اللهم عذب كل شيطان اللهم دمر كل شيطان اللهم اخزي كل شيطان واحرق كل شيطان اللهم عذب كل شيطان
ودمر كل شيطان اللهم اهلك كل شيطان واحرق كل شيطان وعذب كل شيطان اللهم دمر كل شيطان اللهم اهلك كل شيطان واحرق كل شيطان وعذب كل شيطان ودمر كل شيطان اللهم اهلك كل شيطان واحرق كل شيطان وعذب كل شيطان ودمر كل شيطان اللهم اهلك كل شيطان واحرق كل شيطان وعذب كل شيطان ودمر كل شيطان اللهم اخزي كل شيطان رب عليك بكل شيطان اجعل يا ربي من فوق نينا ومن تحت نينا اللهم اقطع مدده وازل حكمه وملكه وعرشه 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 اللهم يا ربي واقطع مدده 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 اللهم اقطع 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 مدده وفجر حصونا ودمر حصونا واكسر يا ربي حصونا اللهم فجر حصونا ودمر حصونا وحطم حصونا واكسر اللهم يا ربي حصونا اللهم دمر حصونا اللهم دمر حصونا وفجر حصونا اللهم دمر حصونا وفجر حصونا اللهم دمر حصونا اللهم دمر حصونا اللهم دمر حصونا اللهم احرق خدامه اللهم عذب خدامه اللهم اهلك خدامه اللهم احرق خدامه وعذب خدامه ودمر خدامه اللهم اهلك خدامه واحرق خدامه وعذب خدامه ودمر خدامه اللهم احرق خدامه اللهم فرق سمعه اللهم فرق سمعه وشتت شمله مع خدامه شتت شمله مع اعوانه شتت شمله مع كل ساحره مع كل ساحره مع كل ساحر مع كل ساحره 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 مع كل ساحر ساحره مع كل ساحر ساحره مع كل ساحر ساحره احرق خدامه اللهم عذب خدامه اللهم دمر خدامه اللهم حطم خدامه وعذب خدامه ودمر خدامه اللهم شدد شمله اللهم فرق سمعه لا اله الا الله والله اكبر اللهم اهلك الظالمين وعذب اللهم يا رب الظالمين ودمر حصون الظالمين اللهم واكسر حصون الظالمين اللهم واكسر حصون الظالمين اللهم فتك حصون الظالمين وشتت حصون الظالمين ودمر اللهم يا رب حصون الظالمين اللهم اكسر عظام الظالمين اللهم عجل بموت الظالمين اللهم عجل بهلاك الظالمين اللهم عليك بالظالمين جل اسحارهم اظهر اسحارهم ابطل اسحارهم افضح اسحارهم وعليك بالظالمين ابطل اسحارهم اللهم عليك بكل طيار احرق اجنحته اللهم عليك بكل طيار شيطان احرق اللهم يا ربي اجنحته اللهم احرق اجنحته اللهم احرق اجنحته حبب في المعاصي عطل العبادة اللهم احرق اجنحته اللهم نسألك بحق كل صلاة عطلة وعبادة عطلة اللهم احرق اجنحته ودمر حصونه اللهم احرق اجنحته ودمر حصونه اللهم احرق اجنحته واكسر حصونه احرق اجنحته ودمر حصونه اللهم احرق اجنحته ودمر حصونه اللهم احرق اجنحته ودمر حصونه اللهم اكسر اجنحته ودمر حصونه اللهم اكسر اجنحته ودمر حصونه اللهم اكسر اجنحته ودمر حصونك اللهم واكسر اجنحتك وفجر اللهم يا رب حصونك ودمر اللهم يا رب حصونك اللهم فجر حصونك ودمر حصونك وحطم يا رب حصونك واكسر يا رب حصونك والملوك تعيش
كذبوا. غريبة شوية. الملوك ما يتعذبوش، ملوك زمان قوية غيرهم خدام، ولكن عذاب الله يذوق منه كل كافر. عذاب الله لا ينفعه، ما تقدرش تعطي الرشوة باش نكفوا عليك العذاب، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ما تقدرش تذبح ذبيحة ويتكف عنك العذاب، لا يمكن. ما تقدرش تريق دم ويكف الله عنك العذاب. ربي في كتابه يقول لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشر. عذاب الآخرة أشق وأدهى وأمر وأصعد وأحر من الجمر، فلربما عذاب الدنيا يزول ولكن عذابه حتى هو أدهى وأمر، ولكن عذاب ربي أدهى وأمر، ولكن عذاب ربي أحر من الجمر وأدهى وأمر. عذاب ربي أحر من الجمر وأدهى وأمر. فالله جل وعلا يوحيك وبالقرآن يبين لك أن قرآن المسلمين وكلام رب السماوات والأرض سيصل مهما بلغت قوة الحصون، مهما كانت الدروع المتينة وكثرة الخدام، مهما شيدت الحصون والأوكار والبنوك تختبئ وراءها، فكلام ربي أقوى، فكلام ربي أشد أدهى وأمر. فلا إله إلا الله، فإما الإسلام والاستسلام لأمر الله جل وعلا والانقياد له سبحانه بالطاعة، والبكاء والندم على ما فات من ظلم في كل لحظة. اتقوا الله، اتقوا الله تجد الله غفورا رحيما. اتقوا الله يغفر الله لكم، اتقوا الله يصح الله حالكم، اتقوا الله يبدلكم خيرا مما أنتم فيه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. إذا عشقتم الدماء النجسة في الدنيا في الجنة نهر من لبن، نهر من عسل مصفى لذة للشاربين، أنهار لا تفنى ولا تملى ولا تنتهي ولا تتلوث ولا تشبع منها، ولكن الذبائح والدماء النجسة لن تطل ولن تتبعك يوم القيامة، التي تذبح لغير الله وبغير اسم الله في زوايا وأضرحة الشرك، في زوايا وأضرحة المشركين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. دماء وتنفذ وذبائح لغير الله ذبحت حتى هي تنفذ، وما عند الله خير وأبقى، وما عند الله باق ولا ينفذ، وما عند الله باق ولا يزول ولا ينفذ، وما عند الله باق ولا يزول ولا ينفذ، وما عند الله دائم مستمر وباق لا يزول ولا ينفذ. فلا إله إلا الله. قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير اللهم رب السماوات السبع وما أقلت اللهم رب السماوات السبع وما أقلت رب الشياطين وما أضلت اللهم رب السماوات السبع وما أقلت رب الشياطين وما أضلت رب الإنس وما زلت وما أغوت اللهم رب السماوات السبع وما أقلت رب الشياطين وما أضلت رب الإنس وما زلت وما أغوت اللهم رب السماوات السبع وما فيه ومن فيه ومن عليه ومن به اللهم رب الكواكب والنجوم رب الأقمار والأفلاك والنجوم اللهم رب الشمس والقمر اللهم رب الشمس والقمر اللهم رب الكواكب والنجوم والشمس والقمر اللهم رب الليل والنهار اللهم رب كل دابة فوق الأرض وتحت الأرض اللهم رب الطيور في السماء والحيتان في البحار رب القطر والمطر رب الشجر والحجر رب الكائنات كلها ما علمنا منها وما لم نعلم إله الناس رب الناس خالق الناس يا من ترى ما لا نرى ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولا في الأبدان ولا في الورى يا من ترى ما لا نرى يا عالم كل سر وخفية 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 يا عالم الأسرار والخفيات يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يا رب الإنس والجن والشياطين يا رب كل شيء وإله كل شيء وخالق كل شيء يا رب الشيطان وجنده خالق الشيطان وجنده يا رب الماء يا رب السماء يا رب الأرض ومن فيها ومن بها ومن عليها إلهنا وربنا وسيدنا وخالقنا هل لنا رب سواك فندعوه
ألنا إله غيرك فنرجوه، ألنا رب سواك فندعوه، ألنا إله غيرك فنرجوه. يا من ترى ما دانوا، يا من ترى ما دانوا، اللهم افضح سره وأبطل سحره، اللهم افضح سره وأبطل سحره، اللهم افضح أسراره وأبطل أسحاره، اللهم افضح أسراره وأبطل أسحاره، اللهم افضح أسراره وأبطل أسحاره، وأبطل أسحاره، اللهم افضح أسراره 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 وأبطل أسحاره، ودمر حصونه واقطع مدده، ودمر حصونه واقطع مدده يا الله، ودمر حصونه واقطع مدده، واقطع اتحاده، واقطع مدده، واقطع اتحاده، اللهم فجر حصونه، ودمر حصونه واقطع مدده، واقطع مدده، واقطع مدده، اللهم اقطع مدده، وابطل اسحاره، وجل اسحاره، وارفع اسحاره، اللهم ابطل اسحاره، وجل اسحاره، اللهم ارفع اسحاره، وجل اسحاره، وابطل اسحاره، وابطل اسحاره، وان اسحاره، وارفع اسراره، وارفع اسراره، واحرق خدامه، اللهم عذب خدامه، اللهم دمر خدامه، اللهم اهلك خدامه، اللهم احرق خدامه، اللهم وانزع ملكه، اللهم وانزع ملكه، اللهم وانزع ملكه، اللهم وانزع ملكه، اللهم انزل ملكه، اللهم وانزع ملكه، اللهم وانزع ملكه، اللهم وانزع قوته يا قوي يا جبار، انزع قوته يا قوي يا جبار، انزل قوته يا قوي يا جبار، انزع قوته يا قوي يا جبار، انزع قوته، اللهم انقله من القوة إلى الضعف، انقلهم يا رب من القوة إلى الضعف، إلى الضعف، إلى الضعف، إلى الضعف، إلى الضعف، اللهم اعشر في الأرض ضعفاء أذلة، ضعفاء أذلة، ضعفاء أذلة، ضعفاء أذلة، اللهم عجل بهلاكهم، عجل يا رب بدمارهم، عجل يا رب بدمهم، عجل بقوتهم، اللهم عجل بموتهم، اللهم اجعل كل قطرة دم أريقت لغيرك، تسري في عنوقهم نارا، تسري في بطونهم نارا، تسري في أجسادهم نارا، تسري في دمهم نارا، اللهم اجعل كل قطرة دم أريقت لغيرك، وأنا بحديث بحد غيرك، اجعل حرمنا عليهم نار، وعذابا عليهم نار، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عجل بموتهم، اللهم عجل بدمارهم، اللهم عجل بهلاكهم، اللهم عجل بحرقهم، اللهم عجل بحرقهم، اللهم عجل بحرقهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم لا تقلهم القرائن، ولا تعلي لهم الرايات، ولا تبلغهم المقاصد والغايات، اللهم احرق اجنحتهم، اللهم وابتر اجنحتهم، اللهم شل 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 الشلل، الشلل الشلل الشلل، الشلل في كل جناح، اللهم شل اجنحتهم، اللهم شل اجنحتهم، اللهم شل اجنحتهم، اللهم شل حركتهم، اللهم الشلل 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 في كل جناح، اللهم اقطع اجنحتهم قطعا قطعا، اربا اربا، جزءا جزءا، طرفا طرفا، اللهم اقطع اجنحتهم، اللهم ابتر اجنحتهم، اللهم مسق اجنحتهم، اللهم اقطع اجنحتهم، وابطل اللهم يا ربي اجنحتهم، اللهم مسق اجنحتهم، وقطع واقطع يا ربي اجنحتهم، وابتر يا ربي اجنحتهم، اللهم امدنا بجندك وملائكتك وعونك، ملائكة غلاظ شداد لا يعصونك ما امرتهم، ويفعلون في السحرة ما يؤمرون، يضربون وجوههم ادبارهم، اللهم عجل بموتهم ودمارهم وهلاكهم، اللهم اصعقهم صعقة واحرقهم حرقة حرقة حرقة، اللهم اصعقهم صعقة واحرقهم حرقة حرقة حرقة، اللهم اصعقهم صعقة واحرقهم حرقة.
هذه بداية ولا بد لبداية النهاية ولا بد لكل مقدمة من ختام. فاختر لنفسك الختام الذي تريد، أختام يرضى به الرب جل وعلا عنك وعليك، أم ختام يغضب الله به جل وعلا عليك. تب إلى ربك، التوبة هي الحل والشفاء والدواء. التوبة ثم التوبة، تب إلى ربك قبل الفناء وقبل النهاية والختام، قبل أن لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ارفع سبابتك للسماء وأعلنا، ولا تكن كالشيطان، ولا تكن للشيطان عونا من اتقى، لا تكن للشيطان ظهيرا. شيطان بغي تبقى مع الشيطان، تحب أن تبقى مع الشيطان؟ حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تريد تصبر على العذاب مهما كانت من النتائج. أنت قوي، أنت قوي، جيد. كلات ولا مكلات؟ كلات ولا مكلات؟ عندما واحد ميل فيه واحد راس أضد الحجامة كومبلي دابا. لا أريد، تريد؟ أنا أقول لك علاش. أنا حنا غادي نديرو هاد الحجامة وندخل فيها نية أننا ننهك قوتك، أننا نسلب القوة ديك باش الدم يسير. أنت لا تحب أن يطلع هاد الحجامة، شنو تطلع لها؟ غنمشي نديرها يلا، غادي يسير الدم إن شاء الله. داكشي اللي بغيت، غادي دير حجامة مبدلة ونزيدك. غادي نسالي مع الأخت اللي غادي تدخل دابا، غادي ندخلك أنت ونكمل معك، نزيد معك شوية. واش ظهرك؟ نديرها نديرها، أنا درتها بزاف ديال المرات وعجبني الحال كاع. مزيانة، عجبتني ديك الحجامة اللي داروا ليا كلها مزيانة. كلها هي هذيك عجبتني، كل لقيت أنا كل يومين تمشي ديرها. قول حلف. باش غنحلف لك بهذا؟ لا إله إلا الله. غريب، تلقى جني كيامن بوجود الله سبحان الله العظيم. ويروى في احد الروايات عن اسلافنا ويؤثر انها غير صحيحه، والله اعلم اعلم، ان شمهروج كان من الصحابه. لا ما تعاود لي هذاك الشيء، الله يخليك. واش بغيتني نعاود؟ حيت هذيك الهضره ما بغيتش نفكرها، ما بغيتش نفكر هذاك الشيء. كيضرك؟ كيمرضني. كي كتفكر بلي انت ما خصكش تكون هاك؟ كي كتذكر بلي انت راك غادي في الهاويه؟ اي واحد يفكرك يقول لك الحق ما عادش تقبل. تعرف علاش؟ حيت انت اصلا راك عارف الحق ولا تريد. حول ولا قوة. يروى في احد الروايات ان شمهروج كان من الصحابه، ودابا شمهروج ولاو يسميوه الملك ملوك الجن وصاحب الزوايا والاضرحه والذبائح، والذي تقام له الليالي والمراسم وتقرع له الطبول الزمره والناي والحنش. تلك الايام نداولها بين الناس، هذا وحال الدنيا. الحضره بغيت حتى الحضره. الحضره وجهت بها. حي حي، باش تحيح مع راسك. حي 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 حي، بقاو يقولوا لك حي وحي، والله اللي حي. ولا قالوا حي هنا، مابقات عاقله اننا كنتعاملوا مع شمهروج. واش مابقاو يقولوا لك حي؟ الله يتوب عليك اولدي، الله يتوب عليك، سال الله ان يهديك. راك في الظلام، والله الذي لا اله غيره، لك في الظلمات والظلام، لك في الظلمات والظلام. بغيت جاوي وبغيت جاوي وصلابان، بغيت الهديه وبغيت جاوي وصلابان والذبيحه. الدجاج بعدا ولا تشوف جمل؟ انت مستعجل الدجاج، انت خصهم طاش، خصهم يذبحوا لك. شنو الدجاجه هذه؟ خصهم يذبحوا لك فيل، خصهم يذبحوا لك شي فيل. سمعتني؟ فيل ولا شي دب، دب قطبي ذاك الابيض. انت بتحكي عليا ولكن معليش، مقبوله منك. الله الله يتوب عليك، فيك الخير فيك الخير. بصح كنشوف باللي خصك الطيب 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 الطيب،
تنزع منك ديك النفاخة. أنا عمرو ما نطيب. هنا أخطأت، هنا قد أخطأت. أنا كنت حداك. أنت كتشوف راسك بلي عمرك طيب. لا. مدى الحياة. مدى الحياة. وهذا القرآن هذا اللي كان يتقرأ لك وكنت تحرك. غادي تقراه عليا وغادي تضربوني وغادي تضربوها وماش نديروا لها كاع وغادي نرجع معاها. زيد. لا ولكن غير سؤال سؤال. الحر ديال كتاب الله كيوصل؟ هذه حقيقة ما نقدرش نهرب منها. دابا نسألك أنا دابا كتاب الله وصلك الحر ديال دابا ولا ما وصلك؟ نعم وصلك. نعم. ودابا بغيتي نعرف أنا واحد الحاجة. دابا أنت شمها روجياك. دابا هذا القرآن اللي نزلوا بالسماء والأرض اللي هو كلام الله. واش دابا ملي كنت نقراه كانوا يضربوك الجنون باش كنت تصرى بحالك؟ ولا ما عرفتش أنت كي صلاتك تا ولي دير بحالك؟ القرآن. ملي كنقراو عليك القرآن وكندعيو عليك وندرعو الله باش ينسج عليك الغضب أنت وأمثالك، كتبقى كتحرك وكتعذب وكتلون وكتزوق وكتصرع بالدارجة تصرع وتطر الأحيان مثلا ويصرع، هل هذا القرآن العظيم اللي كيعذبك ويصرعك هل له خدام ولا أمر ديالو غريب؟ إنه سحر. آه قال إنه سحر. أنت مع قريش أنت؟ أنت مع ذاك اللي نوض وقال لهم إنه سحر؟ هذا القرآن سحر. ما نعرف فيه شي حاجة لا واش القرآن سحر؟ كتضرب وكتسمع شموه. واش هذا القرآن سحر؟ كيضرب كيضرب فيه شي حاجة. واش فيه سحر؟ واش هو طلاسم؟ أنا أعطيك مثال. السحر هو مادة يرتبط بها جني. عارف هادشي. يقير بها جني مثلك الآن وتوكل بها حتى يعمل عليه. طيب احنا لو قلنا القرآن سحر خص يكون عنده خدام. القرآن عنده خدام. لما انت الحمد لله ترى ما لا أرى. هذاك هو السر اللي فيه. ها انه ما عندوش خدة. حروف حية تضرب الروح ماشي الجسد. الحمد لله. يعني القرآن ديالنا عاطين. القرآن ديالنا ما كاينش بحاله. لا شبيه له ولا مثيل له. مفهوم؟ هو هذا القرآن العظيم خصك تفكر علاش كيعذبك. مالكش باغي تدبر كاع مالكش باغي مقدش كاع تفكر ما بغيتش تفكر حتى الانسان كيطرى عليك فكره ما كتبغيش كيقولك بانك ظالم وربي ما يبغيش هادشي هذا قولك بان هذا الله ما يرضاهش ولا غراتك القوه ديالك انت قوي ما خديتش العبره ملي كان مع سليمان قال انا اتيك به يا 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 ما عجبتنيش علاش ما عجبتكش قال له أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أنت قلت لي أنت قوي أنت شمهروج وملك الملوك ذاك العفريت من الجن وقال عفريت من الجن أنا آتيك به ذاك العفريت من الجن بالله عليك كان ملك ما كانش ملك كان سليمان يحكمه نعم أم لا وجاوبني سهل أقول لي واه كاينه ما كاينه صافي من كان الملك العفريت ولا سليمان وجاوبني هذاك سليمان كنت خاف من سليمان طيب شكون اللي كان الملك سليمان ولا العفريت ماشي العفريت سليمان وشكون اللي امر سليمان امر العفريت واستجب العفريت الامر سليمان امر العفريت ونقص ذاك العفريت قال له انا اتيك به بس هنسولك واحد السؤال دابا انت قوي جاوبني ما تكونش ثقيل جاوبني قوي انت قوي انا عفريت ملك ملوك الجن كنضربهم كنسلسلهم كندير فيهم ما بغيت انت عفريت ملك ملوك الجن نعم وراه قال لك قال عفريت من الجن انا اتيك به انا بغيت تجيب لي واحد القرعه ديال الماء دوكا في الساعه تقدر تجيبها لي في بلاصتك في رمشت عين ما غاديش توصل لقوه سليمان اي يا 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 ولا القوه العفريت اللي خدمها سليمان ولا القوه الذي قال انا اتيك به قبل ان تقوم حتى انتقالك ما خصش توصل القوة ديالهم وكانوا يعرفون قدر ربهم كانوا يعرفون قدر ربهم كانوا يعرفون وزن ربهم كانوا يعرفون من هو الله ولماذا خلقهم الله وماذا يريد الله ولكن انت سبحان الله انت سبحان الله أعطاك الله عز وجل الشيء القليل من القوة وما تحكم في أمثالك ما قضيت بها التحاجة تختبئ وراء جسد النساء تدمر النساء تعذب النساء هذه القوة هذه القوة
سبحان الله. الله يتوب عليك، سأل الله يهديك، سأل الله يهديك. بصح شي أسئلة لو كان تطرع عليك ونستنى منك الجواب غادي كيقول لك تحصل على صفر بيضاء. وقف حمار الشيخ في العقبة، وقف حمار الشيخ في العقبة، ما تستقدر تجاوب عليها. سؤال مثلا القوة ديالك هل تبلغ قوة الخادم اللي كان عنده سليمان؟ لا لا لا. تقدر تدير المهمة اللي دارها اللي كان خادم ديال سليمان كان يعبده الله عز وجل ويطيع سليمان؟ لا لا لا. مشكلة، يعني أنت أقل منهم شأنا، كتقول أنا ملك الملوك وكافر وتعبد الشيطان، فأين هو الملك وراء عبادة الشيطان؟ أين هو الملك؟ أين هو ذا الملك وراء أن تطع الشيطان وراء عبادة الشيطان؟ أين هو ذا الملك؟ والله لن تصل إلى قوته. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال عفريت من الجن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فلن تضروا الله شيئا. لو كفرت أنت ومن في الأرض جميعا فلن تضروا الله شيئا. الله قوي لا يحتاج لأحد، الله قوي ولا يحتاج لأحد، ولكنه كلفك بالعبادة واستخلفك في الأرض لا للعصيان والمعصية. كلفك بالعبادة وذكرك ووعظك وقال وجمع وأحصى وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وربنا وسيدنا ومولانا نعم المولى ونعم النصير. نسألك اللهم يا ربي بأسمائك الحسنى كلها، ونسألك اللهم بصفاتك العلى كلها، نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا دائم الفضل يا مجيب دعوة المضطرين يا منجي الهالكين يا سامع الصرخات يا مجيب الدعوات. اللهم لا تعطل شفاء مرضانا بذنوبنا. اللهم أنزل رحمة من عندك تهدي بها القلوب وترفع بها البلاء وتنزل معها رحمتك والشفاء وتشفي بها أرض الأدواء. اللهم رب الناس أذهب الباس، أشف اللهم يا ربي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك ولا دواء إلا دواؤك، أنت الشافي وأنت العافي وأنت الكافي. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. اللهم يا من، اللهم يا من فلخت البحر وأنجيت موسى وأغرقت فرعون ومن معه، اللهم أغرقه ومن معه، اللهم أغرقه ومن معه، اللهم أهلكه ومن معه. اللهم إن خسفت بالظالمين القرى اخسفه وبداره الأرض. اللهم عليك به، اللهم صلت عليه مرضا لا يجن له دواء
اللهم صلت عليه علة لا يجد لها شفاء، اللهم صلت عليه هم لا يجد منه مخرجا، اللهم صلت عليه حزنا وشقاء لا يزيد منه مهربا، اللهم صلت عليه مرضا لا يجد له شفاء ولا دواء، اللهم صلت عليه عذابا لا يجد منه منجا مهربا ولا مفرا، اللهم صلت عليه من عذابك، اللهم صلت عليه من نارك، اللهم صلت عليه من خزيك وعارك، اللهم صلت عليه من ملائكتك، اللهم كما أرنا قوته في ضعفها فيا رب أرنا قوتك فيه، اللهم كما أرنا قوته في ضعفها فأرنا قوتك فيه، اللهم إنه عطل صلاتها وعذب صلاتها وضيع صلاتها وفي المعاصي حببها وزواجها عطل وسترتها ولباسها فيه، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم أرنا قوتك فيه يا واجد يا موجود، يا واجدا قبل الوجود، يا سميع الدعاء، يا رافع البلاء، يا مجيب الصرخات، يا رفيع الدرجات، يا إله رب الأرض والسماوات، اللهم عليك به، اللهم انزع قوته، اللهم أزل قوته، اللهم أرنا قوتك فيه، اللهم يا من تسمعنا وترانا وأنت السميع البصير، يا من ليس كمثلك شيء ولا يشبهك شيء ولا يقوى منك، لا إله إلا أنت، اللهم انزع قوته، اللهم انزع قوته، انزع حكمه وسلطته، اللهم انزع قوته، انزع اللهم يا رب حكمه وسلطته، اللهم انزع قوته حكمه يا رب وسلطته، اللهم عليك به، اللهم دمره تدميرا، اللهم دمره تدميرا، اللهم صلت عليه الدمار والهلاك، اللهم صلت عليه العذاب والهلاك، اللهم صلت عليه الخزي في الدنيا والعار، اللهم صلت عليه العذاب في الدنيا والعار، الألم في الدنيا والعار، لا إله إلا الله، ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله هو نعم الوكيل، ربنا نعم المولى ونعم النصير، اللهم اغفر لمن فهمنا ويا معلم داود علمنا، اللهم اغفر لمن فهمنا ويا معلم داود علمنا، اللهم عليك يا ربي باليهود ومن هاولهم، وعليك يا ربي بالنصارى ومن نصرهم، وعليك يا ربي بالمنافقين ومن وافقهم، وعليك يا ربي بالمجوس ومن جاورهم، عليك يا ربي بالسحرة ومن سلك نهجهم واقتفى أثرهم وتبع خطاه، اللهم عليك بهم جميعا أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم عليك بهم جميعا أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم عليك بهم جميعا أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، اللهم باعد بيننا وبينهم بعد السماوات والأرضين، اللهم اخرجهم من بدنها ضعافا ضعفاء مقهورين معذبين ضعافا أذلة، اللهم اخرجهم ضعافا أذلة، اللهم انزع قوتهم، اللهم انزع قوتهم وأزل حكمهم وعرشهم وسلطتهم وملكهم، لا إله إلا الله، وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، مرضى المسلمين، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، اللهم ارحمنا برحمتك يا رحمن السماوات والأرضين، اللهم اغفر الأحياء والأموات، اللهم ارحم الأحياء والأموات، اللهم اهدنا يا رب العالمين إلى صراطك السوي المستقيم، انصرنا يا رب السماوات والأرضين بكتابك القوي المتين، اللهم اعلي قدرنا بكتابك القوي المتين، اللهم اعلي قدرنا بكتابك القوي المتين، انصرنا على الظالمين بحق حروف عدد حروف كتابك القوي المتين، اللهم دمر الظالمين، اللهم إنا نسألك عدد حروف كتابك القوي المتين، اللهم أهلك به الظالمين، وأحرق يا رب به الظالمين، وعذب يا رب به الظالمين، ودمر يا رب به الظالمين، اللهم أخزي به الظالمين، اللهم صلت على الظالمين نارا وألما، اللهم صلت على الظالمين عذابا وألما، اللهم صلت على الظالمين حرا وحريقا وسعيرا وآلما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، شفاء لا يغادر سقما، لا قدام ولا ضرا ولا عين ولا سحر ولا حسد ولا ألم، اللهم رب الناس أذهب الباس، اللهم رب الناس أذهب الباس، أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، ولا ابتداء ولا ضرا ولا عين ولا سحرا ولا حزنا ولا ألم، ربي ما كان مصاب بحميك وحدك، ما كان خطأ أوسب من أوزار النسيان، في النفس من الشيطان، الله رسول من البراء، الله أعلم أعلم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الطاهر الأمين، وعلى آله وأصحابه ما دامت السماوات والأرضين، الحمد لله رب العالمين.